السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه خاصه من فيلم جامد ومناقشه الحلقه الثالثه من الموسم الثامن من مسلسل جيموف ترونز والتي عرضت تحت عنوان ذا لونج نايت ولكن احنا كلنا بنقول عليها ذا باتل اوف وينترفيل والاسباب جيده جدا لان كل اللي حصل فيها هو الباتل اوف وينترفيل للمره الثانيه على التوالي والثالثه بشكل عام بعد ما الناس صححوا لي معلومتي عن ان الحلقه اللي فاتت كانت اول حلقه كل احداثها بتدور في مكان واحد وقالوا ان الحلقه بتاعت الهجوم بتاع الوايلد لينج على النايت واتش والكلام ده برده كانت حلقه كلها بتدور في مكان واحد يبقى دي الحلقه الثالثه اللي كلها بتدور في مكان واحد وهو خارج اسوار وداخل اسوار وداخل قل وداخل قلاع وينترفيل ضد الارمي اوف ذا ديد وقائده ذا نايت كينج انا في اللايف الاسبوع اللي فات كنت غلطت وقلت ان هو اسمه ذا نايت كينج بالكي او الحقيقه كنت شاكك انا كنتش متاكد قوي يعني فلا هو ذا نايت كينج الليل بس لما بتقولوا عليه ملك الليل انا بحس ان انتم بتتكلموا عن الاستاذ وليد توفيق فنقول عليه نايت كينج بس عشان الهيبه بتاعت الراجل خصوصا انه دي حلقة حرق يا جماعة اللي ما يعرفش احنا بنتكلم في الحلقة دي بحرية حرق تامة فاللي ما شافش الحلقة يتفرج عليها الأول وبعدين يرجع لنا يعني. واللي كنت هقوله دلوقتي هو إنه بقى مرحوم خلاص ومات هو والأرمي بتاعه كله مع نهاية الحلقة دي. الحلقة دي حلقة طويلة بشكل استثنائي حلقة مليانة جدا على مستوى المواجهات الملحمية ومستوى المعارك ومستوى الأكشن ومستوى الإثارة وخلينا نحط تحت إثارة دي خط عشان عايزين نرجع لها بشكل مهم آه مليانة كمان بالأحداث الدرامية صدق أو لا تصدق يعني أنا أنا ما أنا ما أحبش ما أن أنا أتفرج على حلقة أو فقرة أو أي حاجة في عمل تقيل دراميا قبل ما يكون تقيل باحداثه الملحمية وتكون خالية تماما من الدراما والحلقة دي الحمد لله وفت النقطة ديت لا فيها دراما هشرح لكم فين بالتحديد. بشكل عام الحلقة حلوة عجبتني أنا لغاية دلوقتي إحساسي تجاه الموسم ده تمام يعني بالنسبة لكونه الموسم الأخير فحاجات كتير متوقعة بخصوص أهدافه مش أحداثه يعني أنت عارف هو عاوز يوصل لإيه هو عاوز يقفل كاركتر أركس كتير عشان يخلص الدنيا لأنه بينتهي. مين اللي هيموت مين اللي هيعيش ايه اللي هيحصل دي الاحداث دي ما نعرفش ايه اللي بيحصل فيها بالظبط والعدد الحلقات بتاعت الموسم في نفس الوقت دي حاجات كلها تحط تحديات كبيره على الموسم وتجعله تحت النقد في نقاط كتير ليها علاقه بتوقعات المشاهدين اللي بيحبوه كلام زي ده فلو نقدر نحط ده في الاعتبار واحنا بنحط التلات حلقات اللي اتذاعوا لغايه دلوقتي في الميزان في تقديري الشخص يطلعوا حلوين الحلقه دي بالتحديد حلوه ولكن انا عندي عليها تحفظين التحفظ الاول هو اللي كل الناس بتقوله من الصبح حتى انا خبطت فيه بالصدفه قبل ما اشوف الحلقه قبل ما اهرب من السوشيال ميديا الحلقه مضلمه يا جماعه والنبي يعني الناس اللي بتدافع عن الموضوع ده يا باشا لو انت شفت زي الفل مفيش مشكله احنا يعني بنتكلم على ان في متوسط القدرات البصريه للنظر الانساني في ناس كتير عندها تحفظ على الموضوع ده انت شفت خلاص تمام انا ما بقولش إن انك عندك ازمه لو انت عاجبك الموضوع ده بس في ناس بتحور الموضوع ده وتروح حاطاه في صيغه تبين ان اللي بينتقد مش فاهم لا يا جماعه مش قصدنا والله انها منها معركه بالليل يبقى المفروض نشوف ازاي ها 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 ها. مش ده الموضوع خالص يعني انا وانا متضايق جدا من طريقه الرد على النقد دي بتاع تحرف كلامي او تروح مديله معنى بدماغك انت عشان تتريق عليه واحنا ما بنقولش كده دي مش اول معركه نشوفها في حياتنا في عمل درامي بالليل اصلنا يعني ومش اول معركه بالليل في المسلسل ده اصلا المعركه بتاعت بلاك ووتر كانت بالليل الهجوم بتاع الوايلد لينج اللي احنا بنتكلم عليه المعركه بتاعت كاسل بلاك كانت بالليل آه حاجات كتير كانت بتحصل بالليل وكنا شايفين كنا متابعين الدنيا ليه لانك بتعمل في حسابك نقاط الاضاءه آه يا اما من النار يا اما من القمر يا اما بتاع يا اما تعمل هاي اكسبوجر زي ما مايكل مان بيعمل في كل افلامه اللي كلها بتدور بالليل اصلا يعني بتشوف حل مش علشان تكسر ال... تكسر الاجواء اللي انت قاصد تنقلها وانا فاهم الاجواء اللي انت قاصد تنقلها خصوصا وان عنوان الحلقه هو ذا لونج نايت انت عاوز تدينا احساس التوتر وعاوزين تدي... وعايز تدينا احساس الخوف وعاوز تدينا احساس ان اللي بيتحارب ده مش شايف فعلا قصاد خصم ما عندوش الديسادفانتج دي ما عندوش المشكله دي والكلام ده كله بس لما توصل لدرجه ان انا 15% لو انا راجل متحفظ 20% لو انا راجل عادل 30% لو انا راجل مفتري من الاحداث بتاعت المعركه ما شفتهاش ما شفتهاش انا ما شفتش ايه اللي بيجرى كل شويه الاقي سام بيموت وحد بيلحقه يعني انا انا عن نفسي شفت سام بيموت في المعركه دي 35 مره عشان بعد كده واحنا قاعدين في المناقشه انا على الحلقه مع ناس اصدقائي يعني وبتاع ان ثلاث ارباع الناس ديت ما كانتش سام اللي انا شفتهم سام دول الكونفيوجن او اللخبطه الكتيره قوي اللي ليها دعوه بمواجهات التنانين اللي كانت فوق بتاعت جون ودينارس قصاد النايت كينج ما شفتش انا مش فاهم ايه الموضوع مش فاهم ليه في قلق مش فاهم ليه مش عارفين بصريا الموضوع مش مريح الدنيا اتحسنت كتير لما بقى في نار كتير لما الترنش او الخندق اللي هم عاملينه ده ولع لما بقى في نار داخل القلاع بتاعه وينترفيل او ان في بعض الاضاءه داخل وينترفيل وكلام زي ده الموضوع اتحسن جدا لكن في النص الاولاني من الحلقه انا في حاجات كتير جدا ما شفتهاش تحفظ ما بقولش ان هو مشكله قاسمه في الحلقه يعني بس تحفظ التحفظ الثاني هو احساس التوتر اللي انا حطيت عليه سطر من تحت حته الاثاره والتوتر بتاعت الموضوع انا كنت وضحت ده في الحلقه اللي فاتت ووضحت ده في اللايف بتاع المره اللي فاتت انا مش متوتر ومش متوتر لاسباب اعتقد برضو الى حد كبير انها خارج ايد المسلسل المسلسل بينتهي تلات اربع قرارات قتل الشخصيات ما بقتش مفجعه زي ما كان في البدايه ان انا اتصور من البدايه ان انا هقضي لسه عدد من المواسم من غير روب ستارك ولا من غير نت ستارك ولا من غير الناس دي لا دي كانت فاجعه لكن دلوقتي لما تموت لي اللي انت هتموته ايا أن كان يعني ما اعتقدش ان احد يتضايق وهنزعل وبتاع ما احنا النهارده دا اتضايقنا على بعض الشخصيات رغم ان كلهم شخصيات من الصف الثالث والرابع ده لو انا راجل عادل لو انا راجل متعاطف هقول من الثاني والثالث لو ده راجل مفتري برضه هقول من الخامس والسادس بس برضه خلوا النقطة دي على جنب يعني. أنت عاوز تنقل لي إحساس بالتوتر، أنت حاطه في أولوياتك وأنا مش شايف إن ده نافع لأن زي ما بقول أنا عارف موقع الحلقة دي من الحلقات عاملة إزاي فبناء عليه مستبعد جدا مش هقول متأكد وهقول مستبعد جدا انك فعلا المعركة دي تنتهي لأي نتيجة غير ان البشر هينتصروا وغير ان النايت كينج بالجيش بتاعه هينتهي في ناس قال لك ممكن النايت كينج يكسب وهما يهربوا ويبقى في مواجهه تانية وكلام زي ده على عيني وعلى راسي بس انا كنت شايفه مستبعد والا يبقى انت بتقصقص قوي فريش الخط بتاع سيرسي بالدراما بالتعقيدات اللي موجوده عنده كلها يعني. ف... المعركة نتائجها مايلة في كفة بشكل واضح جدا وداخل الاحداث بان كمان وده موضوع باين بقاله عدد من الحلقات كمان مش يعني من الموسم اللي فات كمان ان المسلسل قلبه طري شوية على الشخصيات ان يعني الشخصيات الرئيسية بانت واكتشفنا ان الشخصيات الرئيسية ديت مش هتنتهي بالسهولة اللي كان في البداية بنقتنع ببعض الشخصيات انها رئيسية وبعدين المسلسل قلبه كان قاسي جدا في ان هو يموت في ان هو يموت يموت لنا يموتهم لنا المره دي لا او بقى فتره لا المسلسل قلبه قلبه همد قوي يعني قلبه بقى رقيق قوي النهارده مين اللي مات يا جماعه جورا اد اللي اكتشفت اسمه اصلا الحلقه اللي فاتت بتاع النايت النايت واتش ثيون ميليساندري بيرك دانديريان بيرك التندراوي وعمتي ليانا أنا زعلت جدا على عمتي لي أنا بس بطلة يعني، وهكلمكم ليه برضو الموتات ديت دراميا جامدة، الباقي كلهم أنت بتحطهم تحت ضغط خطر كتير جدا بشكل متوازي جدا لو بصيتوا على مونتاج الحلقة, الـ 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 الحلقة هتلاقوا ان دايما كل كل الشخصيات بتوصل لنفس المرحله مع بعض، يعني كلهم الخطر بتاعهم بيتصاعد حته 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 لغايه لما قربنا خالص من النقطه بتاعت فقدان الامل بالتام، كلهم كانوا في وضع سيء، ظهرهم للحيطه مجازا وحرفيا بالنسبه لحاله جيمي وبريان. آه فانا فاهم والايقاع مع الموسيقى جامدين جدا جدا، انا ما عنديش عليهم اي مشكله، بس انا هشعر بالاثاره من الموضوع هشعر بالقلق من الموضوع هبتدي اعض اعض في ضوافري وانا بتفرج بالنسبه للموضوع ده ما حصلش معايا لو حصل مع غيري خلاص زي الفل يعني ف كنت احب يعني كنت حاسس ان الدنيا ممكن تبقى احسن شويه لو المسلسل كان واجه نفسه بالواقع ده ان في عدد من المشاهدين وممكن نكون احنا الاقليه يبقى المسلسل عمل الصح واحنا اللي خسرانين وخلصنا يعني. آه مش حيشتروا احساس الاثاره ده فنركز اكتر في جوده المشاهد الملحميه وجوده المشاهد الملحميه كان متاخد منها كتير ليه عشان الضلمه زي ما قلنا كده بالظبط دول التحفظين اللي عندي ما عنديش تحفظ ثالث على الاطلاق يعني باقي الحلقه كلها في تقدير الشخص ايجابيات حلوة جدا 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 اولا خلونا نتكلم في حتة الارك بتاع الكاركترز بقيت بحب الموضوع دوت خصوصا دلوقتي لان احنا بقالنا السنة دي سنة نهاية الاركس بتاعت الكاركترز كتير كنا بنحبها شخصيات كتير كنا بنحبها في العالم مارفل في مسلسل جيم اوف ثرونز في كل حاجة في الدنيا فلازم تبتدي تتأمل في قوس الشخصيات دوت وتتحرك ازاي ولا لا وهل هي اتقفلت بطريقة جيدة ولا لا اد مات وهو بيدافع عن سام مهم جدا في الارك بتاع الكاركتر بتاعه جورا بيموت وهو على اسوار وانترفيل بيحارب عشان يدافع عن دينارس بيتأكد ان هي بقت كويسة وبيكمل الغرض بتاعه بالكامل ثيون ثيون بياخد اعتراف من من بران بانه راجل كويس بانه راجل راجل طيب دافع وضحى بحياته عشان يدافع عنه لغايه اخر لحظه في ناس في اللايف الاسبوع اللي فات كانوا بيقولوا ثيون هيجبن في الاخر ولكن ثيون خيب ظنكم جميعا وطلع بطل حتى النهايه وزعلت عليه جدا كمان خصوصا ان الحلقه اللي فاتت كنت ابتديت اتصور ان هو عنده خط رومانسي او حاجه زي كده ممكن تستمر مع سانزا بس سانزا مسكت ايد حد تاني ومعرفش الامور فيها امور ولا لا يعني ميليساندري طبعا ميليساندري عملت تحولات دراميه مهمه جدا جوه الحلقه آه وده برضو موضوع انا كنت خايف منه يعني انا كنت متاكد ان ميليساندري هترجع انا قلت للناس الكاركتر ارك بتاعها مش ما لسه ما لسه مش هيسيبوها في الهوا كده يعني بس هل هي ليها دور في المعركه دي انا كنت متشكك والحلقه اثبتت خطأي يعني آه لا ليها دور مهم جدا آه حته النار بتاعه الترنش دي وبعد كده عمل لها الاندو بموضوع الداد اللي كانوا بيناموا عليها ومشهد رائع مشهد جامد جدا ليه عشان منور <applause> عشان النار كانت مخليانا شايفينه <applause> فتاملناه مشهد عدمي مرعب جامد جدا 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 يعني وبعدين التاكيد على ان اريا هي الامير الموعود هي الازور اهاي زي ما الناس بتقول هي اللي عندها الغرض الاساسي هي موجوده علشان بريك دندريان دندريان دندراوي يدافع عن نفسه او يضحي بحياته عشان ينقذها لانها عندها اهداف اسمى من كده ميليساندري اكدت على كده لو انت شفت اللقطه دي وشكيت في ان مش اريا هي اللي هتموت النايت كينج اعتقد ان تبقى فاتت عليك، يعني وانا بتفرج انا حسيت لا خلاص يبقى هي ليها دور مهم جدا في القضاء على النايت كينج، خصوصا ان يعني احنا شفنا بعد كده ان جون، جون النهارده عموما اداؤه ما كانش حلو يعني هو في الاول عاش دور الملك حبتين وبعدين نزل الملعب ولبس الشورت وعمل اللي يقدر عليه جوه المعركه ولكن تاثيره ضعيف جدا يعني، واللحظه بتاعت الهارد هوم تاني بتاعت النايت كينج وهو بيقود بيقوم الاموات ديت اثبتت قد ايه كل جهودك ديت في الفس مش هتعمل حاجه، اه كمان انا في الحلقه بتاعت الحلقه اللي قبل الاخيره في الاسبوع في الموسم اللي فات كنت انتقدتهم ان هم ما حاولوش يحرقوا النايت كينج وطلع المسلسل شايل اللحظه ديت للمره دي عشان نكتشف ان هو مش هيموت بالدراجون فاير جيده ولكن برضو متلفقه شويه او بمعنى اصح كونك ما حاولتهاش في الموسم الجاي يبقى انا عارف او تاكدت وهي بتحاول ان هي تحرقه ان هو مش هيجيب نتيجه ومش هيعمل فيه حاجه اتكلمنا عن جورا واد وثيون وميليساندري وبيرك دانديريان وليانا ليانا ليانا الصغ... ليانا ستارك السفيفه الصغيره الطفل عمليا قتلت اكبر تهديد اضخم تهديد بويتك جاستس زي ما بيقولوا عداله شاعريه جامده جدا وطبعا قلبي تقطع وراها ولكن شجاعه حتى النهايه وراجل حتى النهايه عمتي ليانا ارقدي في سلام آه، كل ده جيد جدا لغايه اللحظه الكبرى في الاخر عشان نكتشف ان اريا بتسخر امكانياتها النينجاويه وال... والمبارزيه وكل حاجه في الدنيا علشان تحقق اللحظه العظيمه جدا واحنا بنتفرج في ناس سقفت برضو آه لا دي دي لحظه جامده خصوصا انا كنت عارف ان اريا ليها دور وبتاع معرفش مين بس في الاخر لما جت تهجم عليه وهو مسكها انا ابتديت اقلق انا توترت في اللحظه دي شويه وبعدين الطريقه اللي سقطت بيها الخنجر و... عسل عسل جوه الجون في السوكة يعني وراح كل شيء منهار وكلهم ماتوا واللي ماتوا من عندنا فضلوا ميتين واللي معرفش مين فضلوا عايشين انتوا عارفين طبعا اللي حصل في الحلقة يعني ايه بقى دراميا مهم جدا في توازن الحلقه ديت ومهم جدا في بناء الحلقه اللي جايه حاجتين الحقيقه اولا آه ان لسه الصراع بتاع احنا مع دينارس ولا مع جون كينج ان ذا نورث ولا الملكه بتاعت الممالك السبعه والكلام ده كله شكله هيتفجر شكله هيوسع لانهم لما كانوا في الكريب تحت في الموضوع ده سانزا كانت بتتكلم مع تيريان وقالت ان مشكلتي معاك ان انت آه منحاز لجانب على جانب وان احنا لسه الصراع بتاعنا ما انتهاش ومفيش حاجه خلصت واحنا ما سلمناش بان الست دي ملكه الممالك السبعه وان احنا ما عندناش ملك في الشمال ان احنا مجرد تابعين وعندنا وردن وكلام زي ده ومساندي سمعتهم على اساس برضه مش عارف هم تصوروا ان هي مش قاعده معاهم ليه يعني ما اكيد سمعتهم وبعدين اتقنصت ومشيت مشيت راحت فين تلاقيها راحت بس وقفت ورا الكاميرا يعني هتروحي فين يعني آه فلا لسه النار في الحته دي تحت الرماد ما خلصتش الموضوع ما انتهاش آه كون ان مسندي سمعت ان سانز عندها مشكله مع سلطه دينارس وممكن تبلغها في الحلقه اللي جايه الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في السكه زي ديت انا شفت البرومو بتاعت الحلقه اللي جايه على فكره وفاهم ان في شبه ايه اجماع كده على ان دينارس رايحه الحرب التانية الكبرى بقى بتاعت البشر وكلام زي ده وان الناس موافقه وحاجات زي كده انا ما اعتقدش ان الموضوع هيبقى بالسهوله ديت ده آه كويس ده حلو جدا عشان يفضل مفكرنا الخطوه اللي جايه في الصراع شكلها عامل ازاي النقطة التانية نقطة التضارب اللي بقى موجود عند جون سنو ما بين طموحه كملك محتمل وبناء شخصيته كفارس نبيل وجدع وشهم وبيضحي بنفسه عشان الاخرين والكلام ده في بدايه الحلقه المره دي هو كان عامل دور ملك هو عامل دور استراتيجي جدا يعني, يعني احنا هنعمل الدوك فايت احنا المعركه اللي في السماء يعني نزل بعد كده واستعاد دوره مره اخرى كمحارب وكفارس والكلام ده ولكن البدايه بتاعته بتحطه في مكانه ثانيه دلوقتي بتحطه في توقع لمكانه ثانيه دلوقتي الحلقه اللي جايه لو انت شفت جون سنو بيدافع عن حقه في العرش بصفته آه ايجون تارغيريان بقتش هتستغرب وده كويس جدا ان هو يحصل من خلال الحلقه دي ومن خلال احداثها اعتقد دول اهم نقاط كنت عاوز اتكلم فيهم اتوقع ان الحلقه الجايه حلقه بناء درامي اتوقع ان الحلقه اللي بعدها حرب تاني أه، فين بقى مش اعرف في كينجز لاندنج في مكان اخر او كلام زي ده ولكن أه، ضروري برضو اعترف بان يبدو ان سيرسي خطتها كان ليها معنى ما كانتش أه، غلط فكره انها قالت انا بالجيش بتاعي حضيف ايه في الحرب دي لو قدر عليهم يبقى هيقدر عليا شابو انا بقيت مقتنع بده تماما فعلا كانت وجهه نظر سليمه الفكره مش فكره نداله اه في نداله آه... عايزه اضعفكم واكسب انا ماشي خيانه ماشي كل حاجه انت عايزها في الدنيا ماشي ولكن لو هتيجي تبص على قلب الحجه بتاعتها لا عندها وجهه نظر عندها نقطه ما هياش حاجه في الهوا يعني فعلا وجودها كان هيفرق في ايه في النهايه الجيش دوت مش هينتهي الا لو مات النايت كينج وده كان محتاج خطه وانبوش بس معمول بطريقه كويسه وبرده ما مشيش زي ما كان متخطط له بنسبه 100% في الاخر احتاجنا تدخل نينجاوي اعجازي من اريا اسف برضو لو في مره جيت بقول اريا وقلت اسم حد تاني دايما بيديني احساس ان انا غلطت في مره وانا بقول الكلام ده. أه بس ده اللي عندي الحلقه بشكل عام جيده جدا التحفظين الوحيدين اللي عندي المشكله حسميها مشكله في التصوير أه يعقبها مشكله في الاخراج ان الاختار وان البليت تبقى غامقه اكتر من اللازم واخراجا ما قدرناش نعوض ده علشان تبقى كل المشاهد واضحه ثانيا احساس الاثاره ابتدى يتناقص لفتره طويله او عمل كده يعني هو ابتدى من نقطه معينه وبعدين نزل جامد 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 لما اكتشفنا او ابتدى نحس ان مفيش شخصيه كبيره هتموت وان الشخصيات الكبيره كلها هتفضل موجوده معانا وكلام زي ده والانقاذات الاعجازيه المتكرره اللي حصلت سام تم انقاذه اعجازيا بتاع 3 4 مرات لغايه لما في الاخر جون سنو شافه بيموت وحلق له مع نفسك خلاص يعني ماليش دعوه بيك آه، بريان تنقذ جيمي جيمي ينقذ بريان بيرك وذا هاوند ينقذوا اريا اريا تنقذ ذا هاوند الموضوع اتكرر كتير يعني في فابتديت نشوف انت فاهم ان احنا بنقرب من لحظه فقدان الامل بالكامل وبعدين هيجي الفرج وقت الفرج في لحظه من اقوى ما يمكن كل باقي الحلقة بالنسبة لي أنا إيجابيات حتى زمنها الطويل على الرغم من أن كتير بالنسبة لي أنا كان متوقع ولكن أنا مزهقتش منها وما ملتش منها ومستني أشوفها تاني في أقرب فرصة إن شاء الله معادنا في اللايف النهاردة بالليل يمكن يتأخر سيكا بدل ما يكون 8 8 ونص ممكن يبقى 8 ونص 9 مثلا أو حاجة بالطريقة دي نتناقش أكتر ونتكلم أكتر ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وباي باي